هاي البوبي روس او ماتريوشكا هي الدمى الخشبيه يلي بيختلف حجمها ويلي بتنحط بقلب بعضها وتعتبر علامه تجاريه لروسيا واشهر سوفينير ممكن ينجاب من هذا البلد. تسميه ماتريوشكا مشتقه من اللاتينيه ماتر يلي بتعني الام، ولليوم تعتبر هالدمى رمز للامومه والخصوبه. اول مجموعه من هالدمى تم انتاجها سنه 1890، اما فكره تداخل الدمى فبتعود للحرفي سيرجي ماليوتين يلي استعان بفاسيلي زفوسدوشكين لنحت وانتاج اول مجموعه. بعض النظريات بتقول انه ماليوتين استوحى فكرته من الدميه اليابانيه فوكوراما، وهي عباره عن 7 دمى متداخله ببعضها، بس مجموعته الاولى كانت مؤلفه من 8 دمى، ام و7 اولاد. مين قال انه مجموعه ماليوتين معروضه بمتحف الالعاب بسيرجي بوساد؟ انا قال. بشوفكم بكره.